السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من البرنامج الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن موضوع مهم جدا بخصوص المدير الفني الجديد للنادي الأهلي كولر. والمدير الفني السابق واللي كان بيدرب نادي الزمالك جروس، اللي كانوا في وقت من الأوقات مع بعضهم بيلعبوا في دوري واحد. خليكم معانا عشان تعرفوا كيف كانت مواجهات كولر وجلوس ال18 اللي لعبوهم مع بعض. أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر لمدة سنتين عشان يتولى تدريب النادي الأهلي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش اللي شل كل المصريين واللي عمل قلو في دماغ جماهير النادي الأهلي. وبيرتبط كولر بعلاقة وطيدة مع مواطنه جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك بعد ما عملوا مع بعض في نادي سويسري ثم تواجهها في عدة مباريات. ويتصدر جروس قائمة المدربين الأكثر مواجهة لكولر ب 18 مباراة في الدوري السويسري بنظامه القديم وكأس سويسرا، حيث فاز مدرب الأهلي الحالي في 4 مباريات وخسر في 6 مباريات وتعادلوا مع بعض في 8 مباريات. وقال رامون فيجا مدافع توتنهام ومنتخب سويسرا السابق ان بين الثنائي كولر وجروس اختلاف كبير. مدرب الزمالك كان بيعلى من التعامل الصارم للسيطرة على غرفة الملابس، ولكن المدير الفني الحالي للنادي الاهلي قائد متميز في التعامل النفسي مع لاعبي وأفضل تكتيكيا وبيملك مرونة في تغيير طرق اللعب وقراءة المباريات. يبقى من مميزات المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ان هو زي ما بيقولوا بيعرف يتعامل نفسيا مع اللعيبة جوه أرض الملعب، وأفضل تكتيكيا من المدير الفني جروس، وبيملك مرونة ان هو بيقدر ان هو يغير في طرق اللعب عشان يقدر ان هو يفوز بالمباريات. طيب هنقول ايه دلوقتي؟ بداية مواجهات كولر وجروس كانت في الفترة اللي تولى فيها مدرب النادي الاهلي مسؤولية تدريب سانت جالين السويسري في 1 يناير 1999، وانتهت في 31 ديسمبر 2001. ثم تكررت المواجهة عندما انتقل مدرب النادي الأهلي الحالي لتدريب فريق تاني في سويسرا في يناير 2003 وامتدت إلى 2 أكتوبر في عام 2003. نظام الدوري السويسري اللي هو دوري الدرجة الأولى الوطني في هذه الفترة كان عبارة عن دوري بيضم 12 نادي بيلعبون دوري من 4 أدوار، ثم يشارك أول 7 في الترتيب في دوري من دورين عكس النظام الحالي السوبر ليج اللي بدأ منذ موسم 2003-2004 وبيشارك فيه 10 أندية بتلعب 4 أدوار ويحدد البطل بعد ذلك بناء على الترتيب. شهدت فترة قيادة كولر لسانت جالين وجروس لبازل 10 مواجهات في موسمين 99-2000 و2000-2001 كانت جميعهم في الدوري الوطني، وهي كالتالي: أول مباراة كانت ما بينهم كانت في 24 أغسطس 1999 وكانت في الجولة 5 وانتهت بالتعادل 1-1. عشان سجل
لسانت جالين الغاني تشارلز موا في الدقيقة 90 ورد المدافع الأرجنتيني إيفان كينيز بهدف في الدقيقة 91. إثارة ما بعدها إثارة في أول مباراة ما بين كولر وجروس. أما في المباراة الثانية اللي اتلعبت في 24 أكتوبر 1999 لعب الفريقين في جولة الدوري الستاشر وانتهت بفوز بازل على الفريق بنتيجة 4-1. المباراة الثالثة اللي كانت في 4 ابريل سنة 2000 لعب الفريقين مع بعض مرة تانية في الجولة 27 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم فريق بازل عن طريق الجناح السويسري وتعادل المهاجم الروماني لمصلحة سانت جالين في الدقيقة 43. أما المباراة الرابعة ما بين الاثنين فكانت في 12 مايو سنة 2000 ولعب الفريقين في الجولة 32 من دوري وفاز بازل بنتيجة 3-1، حيث سجل المهاجم الفرنسي هدفين وزميله البوسني لاعب خط الوسط في الدقيقة 20، بينما سجل لسانت جالين اللاعب الغاني في الدقيقة 17. أما المباراة الخامسة كانت في 17 أغسطس سنة 2000 ولعب الفريقين في الجولة الثامنة من دورة تحديد بطل الدوري بعد انتهاء بطل الدوري وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، وسجل لبازل لاعب الوسط الإيطالي في الدقيقتين 29 و41 فيما سجل لسانت جالين لاعب الوسط البرازيلي في الدقيقة 57 والغاني في الدقيقة 74. أما المباراة السادسة فكانت في 19 نوفمبر 2000، حقق كولر فوزه الأكبر على جروس في مواجهاته بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وسجل لسانت جالين المهاجم جيرين نيكسون هدفين ولاعب الوسط السويسري هدف في الدقيقة 45 والغاني تشارلز موا هدف في الدقيقة 68. واضح ان تشارلز موا كان هداف في هذا اللقاء، دايما كان بيجيب اهداف. اما المباراة السابعة فكانت في 14 ابريل 2001 وسيطر التعادل مرة أخرى على مباراة الفريقين عشان تنتهي المباراة بالتعادل 1-1. تقدم بازل عن طريق المهاجم الكاميروني في الدقيقة 51 وتعادل المهاجم الروماني لسانت جالين في الدقيقة 56. شايفين دايما بتبقى المباراة فيها إثارة ما بعدها إثارة. شفنا أول مباراة زي ما شفناها كده كان الهدف في الدقيقة 90 وهدف في الدقيقة 91، ودي في المباراة السابعة هدف في الدقيقة 51 وبيرد عليه الفريق المنافس في الدقيقة 56. أما المباراة الثامنة فكانت في 22 إبريل سنة 2001، حيث حقق ساند جالين فوز مثير على نادي بازل بنتيجة 3-2. تقدم الفريق الفائز في الدقيقة 30 عن طريق المدافع السويسري وعزز المهاجم جيرين نيكسون التقدم بهدف تاني في الدقيقة 46، وبعد كده بيعود بازل ويحرز هدفين عن طريق هوجل في الدقيقة 58 وهاكان ياكين في الدقيقة 83، ويسجل المدافع السويسري هدف قاتل في الدقيقة 90 لصالح فريق بازل السويسري. مباراة زي ما قلنا دايما بتكون مليانة بالإثارة والمتعة. وفي المباراة التاسعة اللي كانت بتقام في 18 يوليو 2001 التعادل الأكبر ما بين المدربين وأحد أكثر المباريات متعة واللي انتهت بالتعادل 1-1. تقدم بازل عن طريق لاعب الوسط الصربي في الدقيقة 6 و
وتعادل سانت جالين عن طريق البرازيلي في الدقيقة 10، وسجل بازل هدفين متتاليين عن طريق مراد ياكين في الدقيقة 14، والمدافع الألماني أوليفر كروز في الدقيقة 60. وعاد ساند جالين وحاول تأخره بهدفين للتعادل بنتيجة 3-3 عن طريق البرازيلي لويس فيلو جايرو في الدقيقة 62، والمدافع إيفان دال سانتو في الدقيقة 70. وفي المباراة العاشرة اللي كانت بتقام في 10 أكتوبر 2001، وكانت آخر مواجهات كولر وهو مدرب لسانت جالين ضد كروس، وجاءت مثيرة ومتكافئة كالعادة، حيث تقدم هاكان ياكين لبازل في الدقيقة 4، وسجل المهاجم الروماني جين هدفين لجالين في الدقيقة 61 والدقيقة 90، قبل ما يأتي شقيق هاكان ياكين الأكبر مراد ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 95. قلنا وبنكررها دايما، مباريات جروس وكولر كانت مليانة بالإثارة والمتعة. أما في المواجهة الحداشر فكانت بتقام في 24/3/2003، أولى مواجهات كولر مع فريقه الجديد ضد جروس اللي استمر مع بازل عشان يحقق مدرب النادي الأهلي الحالي الفوز على فريق بازل بنتيجة 1-0 في بطولة الدوري الوطني. أما المواجهة الـ 12 فكانت في 14/4/2002، كانت تاني المواجهات وحقق فيها بازل فوز كبير على فريق كولر بنتيجة 4-1، حيث تقدم هاكان ياكين في الدقيقة 13، وسجل شقيقه الأكبر مراد هدفا في الدقيقة 87، فيما سجل الأرجنتيني كريستيان هدفا في الدقيقة 46، ويختتم الصربي إيفان ريجيتش الرباعية في الدقيقة 89. ودلوقتي هنروح للمواجهة الـ13، وهي المواجهة الأولى والوحيدة ما بين المدربين خارج الدوري الوطني السويسري، وكانت في نهائي الكأس، وفاز فيها بازل بنتيجة 2-1 بعد ما امتدت المباراة للوقت الإضافي بعد انتهائها بالتعادل، وتقدم بازل في الدقيقة 5 عن طريق المهاجم الكاميروني قبل ما يتعادل المهاجم الكرواتي في الدقيقة 38، وفض مراد ياكين الاشتباك ويسجل هدف الفوز لنادي بازل في الدقيقة 113 عشان يصبح هدافا لفريق جروس ضد كولر، والمفارقة تحول ان كولر بعد اعتزال مراد ياكين واتجه للتدريب الى عقده له، واجهه مدرب الاهلي 4 مرات وهزمه فيهم جميعا. اما المواجهة الـ14 فكانت في 1/9/2002، والتقى الفريقين في الدوري وحقق فريق بازل الفوز على فريق كولر بنتيجة 3-2، حيث تقدم فريق كولر عن طريق المهاجم الارجنتيني في الدقيقة 7، وتعادل بازل السويسري في الدقيقة 22، ويعود الفريق بتاع كولر عشان يتقدم عن طريق الأرجواني في الدقيقة 37 قبل ما يسجل فريق كولر هدفين متتاليين عن طريق كريستيان في الدقيقة 45 ومراد ياكين في الدقيقة 61. والمواجهة الـ15 كانت كولر يعود إلى نغمة الانتصارات مرة تانية في مواجهة في الدوري وفاز فيها 2-1، حيث تقدم فريق كولر بهدف المهاجم التشيلي في الدقيقة 42، وعزز ريتشارد
التقدم بهدف تاني في الدقيقة 60، وسجل الكاميروني هدف بازل الوحيد في الدقيقة 72. أما المواجهة 16 فسيطر فيها التعادل على مواجهة الفريقين في الدوري، وانتهت بنتيجة 2-2. تقدم فريق كولر بهدف في الدقيقة 12، وتعادل فريق بازل في الدقيقة 73. قبل ما يعود فريق كولر للتقدم سريعا في الدقيقة 75 عن طريق الكرواتي، ولكن مراد ياكين ظهر مرة أخرى وتعادل في الدقيقة 84. أما المواجهة 17 مرة أخرى تقدم فريق كولر ليتعادل فريق جروس، وتنتهي المباراة بالتعادل 2-2. تقدم فريق كولر عن طريق الكرواتي في الدقيقة 18، ثم عزز عن طريق كريستوف التقدم بهدف تاني في الدقيقة 58 عشان يرد بازل بهدفين عن طريق هاكان ياكين في الدقيقة 65 وكريستيان في الدقيقة 67. أما آخر المواجهات ما بين كولر وجروس فكانت في 31/8/2003، حقق جروس فوزه الأكبر على كولر بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في آخر مواجهتهم مع بعض. سجل مراد ياكين الهدف الأول في الدقيقة 39، والمهاجم السويسري هدفين في الدقيقة 52 والدقيقة 82، وبنيامين هوجل في الدقيقة 58. وبكده تكون خلصت مواجهات كولر مع جروس ال 18 اللي كانت الحرفية فيها في مواجهة الصرام. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن كيف كانت مواجهات كولر وجروس ال 18 اللي لعبوهم مع بعض. مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.